كي تصلنا بالمغرب سيرتو لارمي دي ليبراسيون ماروكان قال لك يا ودي حنا السلاح كاهن بصح ما نجموش نطلقوا سلاحنا ما هناش متحقين بهذا الاستقلال هذا عاودوا الفرنسيس الملك وليني ولا كان بحق استقلال تام انا نعطيكم شويه سلاح. كيفاش بديتوا نشاطكم لما بديت تجمع المعلومات او على الاشخاص اللي عملوا مع الاستعمار المستعمر؟ لا يعني جايك في الحقيقه ما طولتش انا في المنظمه هذه لانه المسؤول راح وما كنا ما عطاوناش مسؤول اخر ولاني كانوا عمران كنا نسميوه الشارجو عمران كي دفن الكورونيل عمران كي تي شارجي دو لا زون 4 كي ديفوني لا ولاية 4 كنت نعرفهم من بكري من نهار لي زاني 47 بعث لي واحد البولونجي من سانتو جين قال له تقول له يروح للمروك يدبر راسه كيفاش يدبر السلاح. هذه في اي سنه؟ في 55 55 بالك لو مي جوان رحت انا رحت للمغرب حصلت تما بشي ناس وكان واحد منهم كان طاير هنا في الجزائر يقولوا له بن عيسى عيسى طاير مشى للدار البيضاء الى في طاير تما سيت ان اونسيان ميليتون كي رحت للمغرب اتصلت به قلت واش كاش النظام هنا قال لي ما كاش لا فلان اون كوني با الدار البيضاء فاس مكناس يابا قلت لهم من الان بداو يكونوا في خاليات فلان وتوشي لي كوتيزاسيون وشوفوا كاش ما دبرنا شويه سلاح كاش ما دبروا كذا انا ما كانش على بالي باللي الناحيه هذيك تاع الدار البيضاء سكون ابلي لو مارك اوكسيدونتال ديبوندي دو بودياف بودياف نسمع به ما عرفت اسمع باللي كان نظام تكون قالوا واش هذا النظام هذا ما يفعلين هذا ريسبونسابل يبعث لي سعد التعلبي هو مازالوا حيل الان قالوا تشوف لي هذا الناس اللي راهم ينظموا ولا هذا السيد اللي راه ينظم يجي يشوفني جاني سعد قال لي ودي ابو تياف يحب يشوفك قلت له يلا مشينا من رباط لتطوان صبت مع ابو تياف لبس لبس قال لي واش واش راك دير الدار حكيت له شو اللي حكيت لكم هذا أماكن أماكن خمم خمم قال لي شوف إما لا من الآن كمل في العمل تاعك سأل الطالبي هو المسؤول وتكملوا في النظام تاعكم واتصال مع عمران خلاص انتهى انتهى أنا ندبر راسي معاه قلت داكور هكذا كان الحال كملت أنا في ذاك الوقت في لا لوجيستيك من 56 كيفاش شكلتم الشبكة نتاعكم هناك بالمغرب؟ في المغرب؟ ايه في المغرب لحقنا الوقت اللي كان لحق استقلال تاع المغرب وانا المغرب كنت نعرفه من بكري انه واحد الوقت كنا نخدموا لفلوس اللي كيمشيو للمغرب كيمشيو اكسترا كي تصلنا بالمغرب سيرتو لارمي دي ليبراسيون ماروكان قال لك يا ودي حنا السلاح كاهن بصح ما نجموش نطلقوا سلاحنا ما هناش متحقين بهذا الاستقلال هذا عاودوا الفرنسيس الملك وليني ولا كان بحق استقلال تام انا نعطيكم شويه سلاح انا من قبل ما نشوف بودياف كانوا جماعة هذا اللي قلت لك نظموا خليات في الدار البيضاء في فاس ومكناس جمعوا مليون تاع سنتيم عطيت له هذا عيسى يعرفوا عمنا قلت له تديه له قول له يودي السلاح في الساعة ما كانش بصح الدراهم ما كانش مشروا بهم كي لحق لهنا
قال له عمره ما يزيدش بعد الدرهم، وانا با بزون دارجو، عندنا رجال وعندنا سلاح والو كميه صغيره. قلت لك كونترطون جابو دياف، دونك تقطعت السلمان. ولاني مع بو دياف اذا كون لا فيدراسيون افلان دو ماروك. ونتريس عليها سعلى طالبي. انا بور لارمومون لا لوجيستيك اكسيتيرا. واحد يقول احمد الشاوي بالتلمسان بور الدعايه ولا الاخر. فكنا في خمسه نخدموا. زياده على هذا الشيء هذا بودياف كلفني سبيسيالمون باش نديروا مركز تاع تدريب الجنود. انه كان بزاف الجنود الجزائريين اللي كانوا في الجيش الفرنساوي، والفرنساويين داوهم للمغرب باش ضد المجاهدين تاع المغرب. الكثره منهم هربوا من عند الفرنسيس وراحوا مع جيش التحرير المغربي. لما لحق الاستقلال قال تكونوا هذا بودياف المركز هذا، شوفوا هاني تفاهمت مع جماعه تاع جيش التحرير باش يسلموهم لكم. فعلا سلمونا الجماعه اللي كانوا تما، ولين قبل ما يسلموهم لنا قال لك اودي هذ الناس هذو المغاربه منهم زوج هذو اللي عاونونا مليح تما، دو كولونيل بالميلودي تاع جيش التحرير والكولونيل بن حمو. كنت تنظموا دخول السلاح على الحدود الغربيه؟ شوف احنا في المسؤوليه على اللوجيستيك هي نجيبوا السلاح ولا القنبلات ولا الرافيتايمون نسلموهم لكوموندمون دي فرونتيير دو لاول اي 5 هي اللي توزع السلاح للداخل. ولاني في وقت بودياف دخلنا شويه سلاح. الاولى بودياف كان كلفني انا وواحد يقولوا له دكتور دريس، هو كان شيروجيان في مغنيه عنده كلينيك ومن بعد تلحق بالنظام. وهو اللي كان مسؤول عليه في اللوجيستيك في ذاك الوقت. بودياف كانوا المغاربه شراوا واحد البابور تاع الاكسبلوزيف 70 طن تاع الشديد. لما لحق الاستقلال اتصلوا بودياف قالوا له ودي احنا بابور هذا ما نحتاجوش درك، ولا تحبوا تشريوه خلصوا وديوه. كلفني انا وهذا الدكتور دريس بالبابور هذا بودياف. رحنا لكاديكس، البابور كان في كاديكس، نظمنا روحتينا. دخلت انا جنود الاسبانيا وديت لهم سلاح. شفنا دي مارا جزائريين انه هذا البابور هذا كان رايح لامريك دي سود. لو كوموندو الكابيتان دي باتو سي ان تريو اللي باع لهم بسلاح ستنتريو، سرقوا البابور وسرقوا السلاح وكذا. هاني عاقل ذاك البابور كان خلصوا بودياف 10 مليون سنتيم بذاك الوقت سيتي دلارجون، مي با بالبابور باللي فيه إليافي 70 طن دو شديد، إليافي دي سنتين دي سنتين دو كيلومتر دو كوردون بيكفار. Et il y avait des milliers, des dizaines de milliers de détonateurs. 70 ans. Le Babord Khalna, le 21 novembre 1956, la veille de l'arraisonnement de l'avion de Ahmed Ben Bella et compagnie. Dès que l'île a été le Babord, le 1 mars, il s'est mis à la zone espagnole. L'espagnol qui s'est mis à la ville de Saint-Jojo. قال لك بومدين وبوصوف كان على بالهم باللي البابور يدخل له كذا، قالوا لي غير يدخل البابور الاولى جيبوا لنا 20 طن ايميديتمون سير وجده. انه ذاك الوقت كانوا الكاميوات تاع الخضره تاع البواسون ما بين المغرب والجزائر يمشيوا نورمالمون. هكذا كان الحال. غير نزلنا البابور 48 ساعه ما رقدناش. سني انا البابور كي حق ديشارجينا وكذا ايميدياتمون جي سكورتي دو كاميون دي طون شاكان دي طون سير وجده. الكاميون الاول لانه شرينا كاميوات اون في دو بلاتفورم ودخل السلاح. لي دي برومي طون اللي دخلوا لو ريسبسيونيست كان بن خده، كان هنا قبل ما
قبل ما توقع الفرت على السنطان. سيدنا بعثنا واحد آخر الحق سيد ل 56 دخل الكاميون لهنا للهال تاع الجزائر، يعمل لي التليفون قال لي الدلاع ما تباعش. قلت له ولي بيه ما صبش لبن. انا جال بن يوسف بن خدام مع الاستوار تاع المنطقه الحره، المنطقه الحره اللي دخلت عليها فرانسيس وكذا، هربوا كانوا خرجوا بن خدام راح جرد تونسي عبان ودحلب جوسو للمغرب اللي انت سلطت ما دخل من تما تقطع اتصال معهم. انه حتى ال 1959 حنا دي طون دو بوديف دونك انا في كومونسي الواس تادير او ماروك بار لا ريكوبيراسيون. اون افي دي سيلول دو ريكوبيراسيون دون توت لي فيل اي فيلاج ماروكان. اسبروكي دي بيت كونتيتي دو شي لي ماروكان دو شي لي الجيريان ريزيدون ايتترا ميم دي فوا ils ont volé du matériel aux Français. Une fois, ils ont arrêté un train, ils ont pris les munitions, les femmes, enfin bref. C'est jusqu'à l'arrêtement de l'avion, dans le Ahmed Ben Bella et compagnie. Même bad, il y a eu la départementalisation. Ça, c'était en 58. Le département de l'armement a atteint le colonel Ouamran. Le département de la guerre, c'était Krim Al-Qassem, le département de renseignement, de transmission, etc. pour sauver compagnie. Amran a tenu un an. Même bad, il y a eu la création du gouvernement provisoire. Là, c'est Mahmoud Chilf qui est devenu ministre de l'armement. Mais entre-temps, les Français nous ont retourné beaucoup de bateaux. Donc, il y a quelque chose qui ne collait pas. Évidemment, on ne va pas. Mais il s'est avéré vers la fin que le ministère de l'Armement était noyauté par les Français. Et ensuite, après, Mahmoud Chérif est parti et c'est Moussou qui a repris. Et depuis ce temps-là, plus aucun bateau n'a été raisonné. Il a changé complètement les structures. Il a réorganisé. Je me rappelle, nous avons réuni à Tunis tous les responsables de l'armement à travers le monde, algériens bien sûr, venaient assister à la réunion. Il nous a réunis, je me rappelle, c'était la veille de Ramadan. Quel, voilà. Je viens de prendre le département de l'armement. Je ne voudrais pas que un jour les Français nous arrêtent encore un bateau là. Chacun de vous va m'écrire noir sur blanc comment il pense éviter cette catastrophe des Français, la Ramadan 9. On a travaillé pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, il fallait présenter les rapports. Alors les rapports, t'écrib, tel achille. ما تخرجش مع كارت ميم ستيل يكتب به ما تخرجوش تخليه تم تعطيهم السيرفيون يديرهم في الكفر فور وهذا ما ذكرتشهم لك باش تخدم. وانا كومونسي ا بريزونتي لي رابور اي سي لا كي لا شونجي لي ستركتور. انا ما رمي توجور على ميم بلاص سي تادير بور لويست كون بن عوده توجور على ليست والاخرين ويوسفي داروا بور لا ميسيون اوروب